الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عمال بدرس التكنيك خرجنا من الباب عمال بدرس التكنيك 5 ورجعنا عليه الكلام اللي اتكلمنا على سهل جدا وكل باين كتابنا كتاب كل ده عاملين يا ولاد يوز نمبر 5 وورد لايف بالانس. وورد لايف بالانس وورد لايف بالانس يعني زي التوازن في الحياه او الحياه في الجامعه. عندنا فيها مع بعض يا ولاد عند اول جزء اللي هو الجزء بتاع الكتاب ده طبعا دوت المنتظر بتاع اليوم نمبر 5. يوز نمبر 5 يا ولاد مجموعة من الكتاب احنا عندنا تقسيم مهمة جدا من الكتاب بتاعنا متقسم بين الادجكتس والنو والادجكتس وكمان الالوز. طبعا يا جماعة اهم حاجة عندنا مادة بعبر بينا بين كل او اربع انواع دول النو والفيرب والادجكتس وكمان الايه وكمان الادجكتس. نمبر 1 عندنا كده اسمها اكونت. اكونت يا ولاد از نو اكونت از نو اوكي. عندنا تاتي البالانس. بالانس بيجي از فيرب واز نو. از فيرب دي مع التوازن واز فيرب بيجي بمعنى يوازن بين. يوازن بين شيئين كيف يوازن حتى البالانس حتى لفظ دارج او كلمه عاميه عندنا كلمه كلاينت عميل كلمه ديدلاين الموعد النهائي. عندنا فريلانس. فريلانس يعني عمل حر او مستقل وزود ايه وزود فيكسد او سيرتن ايه سيرتن اورز. طبعا ده بيريح الناس لا بنسميه العمل الحر او العمل المستقل. عندنا كمان كلمة لاب لاب اللي هو النقص زي شورت كيل بالظبط شورت ناون اللي هي از ايه هنا بتيجي از ايه از ادكتيف وهي وظيفة يا شباب. عندنا كمان كلمة زي كلمة ليميت هنعرف من شوية الفرق بين كلمة ليميت ومارك. كلمة ليميت يا ولاد معناها ايه؟ معناها يحدد از فيرب اوكي وبتيجي از ايه اناون بتيجي معنى حد اوكي. عندنا كمان كلمة اورجنايزيشن طبعا منظومة دي ناون ريجولر منتظم دي ادي الصفر. عندنا سيبريت بتيجي از فيرب اوكي معنى يفصل وبتيجي از طبعا اللي هو طبعا فيرب ريجولر هتقول دي او دي او اي دي اخرج طبعا بتيجي من اخر دي. وعندنا ادجكتيف برضه بتيجي معنى منفصل كصفه بقى. عندنا سوشيبل برضه صفه او ادجكتيف معناها شخص اجتماعي اللي هو بيج سوشيال وذ بيبل. عندنا ستريس ضغط از نون. عندنا ستريسفول اللي هو مضغوط وزياد از ادجكتيف. وسفر الفيرب معناها يعاين ونشيك ما سفر. عندنا تيك اوف. تيك اوف بتيجي معنى تقلع الطائره اللي هو بتجيب تيك اوف تقلع وبتيجي بمعنى تيك اوف ماي شوز تيك اوف ماي جاكيت ماي كوت يعني يقلع هدومه او يقلع ايه يقلع هدومه. عندنا تيك اون بتيجي بمعنى يقبل عمل او يتحمل مسؤوليه تيك اون مي اوكي يا شباب. عندنا كم كلمه ايه كلمه تاب بمعنى مهمه اول معلش يا باشمهندس انا هاخد اللي فوق ده. عندنا يا فندم الفوكابولري والليسننج او الجزء دوت اللي له علاقه بالجزء اللي خدناه من شويه لكن كلمات احنا اتعودنا عليها قبل كده. عندنا اكونتنج دي وظيفه سموها تايتل جوب برضه كده هنا. عندنا اولموست تقريبا وكاري اون معناها يستمر فيه. عندنا كومفورتبل معناها بشكل مريح ودي ادفيرب وكنا خدنا قبل كده فرق بين كلمه او الفرق بين الادفيرب والادفيرب ان الادفيرب بوصل بيها الفيرب والادفيرب بوصل بيها الايه؟ النعم. عندنا ديسيجن قرار وعندنا ديزاينر معناها مصمم. عندنا اكزاكتلي معناها بالظبط اكزاكتلي. عندنا انكلود يشمل او يتضمن. لونلي از ادجكتيف وتش مينز وحيد. عندنا مانج مدير. عندنا مانجر مدير اوفيس مكتب او مكتبي لو از ناون او از ادجكتيف. بروفايد معناها يوفر او يزود. وتايم تيبل قلناها بجدول المواعيد. ووركينج اور اللي هو ساعات الايه العمل. خد نطلع فوق شويه. طبعا دي مجموعه كلمات ليها علاقه باللي فات طبعا يعني هنعدي عليها هنركز اكتر على الجزء الخاص بالايه؟ بالاكسبريشن. عندنا يا اولاد جزء الخاص بالاكسبريشن طبعا الكلمات دي كلها يا شباب اللي منكم مش عارف كلها عندنا واضحه في منهجنا وكمان في كتابنا بشكل ايه جميل ومفصل هنطلع فوق شويه. طبعا دي مجموعه الفوكس هون اقروها كويس قوي هتلاقوا اي كتاب اللي هو الريجولر والاورجنايزيشن والفريلانس والسوشيبل والستريس والتيك اون والتاسك كلنا خدناها عربي وهنا يا ولاد الديفينيشن بتاعها انجلش عندها ديفينيشن ايه انجلش. طبعا تقريبا الوقت ده الجزء بقى الخاص المهم جدا حتى ممكن اللي بيحل اسئله على المنصه او اسئله ممكن اسئله على عربي بس اسئله كده جدا
تبصوا عليها تلاقي معظم تلاقي من الجزء بتاع الكونفيجريشن بتاع كل يونت من 1 لغايه 100 من نمبر 15. نمبر 1 عندنا كده اسمها اكوردنج تو. اكوردنج تو معناها طبقا ليه في مال الاحصاءات وغيره. عندنا حروف الدوامز برضه الاستجريشن معناها في جميع انحاء العالم. والسؤال بيجي يا جماعه مش كده من دول مختلف الصوره بتاعته فوق الاستجريشن بتتاخد على بعض كده فاحنا بنذاكر كده وانت تخلي عينيك دايما متعوده عليه حروف ايه حروف الدوامز او اصل سام 1 طبعا بعد اصل دي ايه اوبجكت فور ادفايس يعني يطلب من شخص النصيحه او يطلب النصيحه منه. عندنا at all times يعني في جميع الأوقات وعندنا at the end يعني في النهاية at the end يعني أولاد يعني في النهاية. عندنا feel calm يعني يشعر بالهدوء يعني إيه اسمها feel calm. عندنا كمان go running يعني يمارس الجري go running وكمان كلمة have an illness يعني يعاني من مرض ما have an illness. عندنا make difficult decision يعني يقوم باتخاذ قرار صعب وطبعا كنا خدنا قبل كده احنا بنستخدم make مع ايه مع كلمة decision. اوكي عندنا نيد ذا ديدلاينز يعني يلبي المواعيد النهائيه او بيوصل حقه في المواعيد الايه المواعيد المطلوبه او النهائيه. عندنا اون يور اون يعني لوحدك اللي هي باي ماي سيلف ايكوال باي ماي سيلف بيسموها اون ماي اون. واخر حاجه تيك بريكس يعني ياخذ راحات احنا هناخد برضه الاكسبشن بتاع بريك بريك بروميس وبريك ذا اوت وبريك بريك تايم دي كلها كلمات بنستخدم فيها كلمه ايه كلمه بريك. برضه عندنا جزء اللي فوق يا اولاد اللي هو الفريزز والايه والبريبوزيشن. طبعا هي كلمه فريز او كلمه فريز اند فيرب. فريز اند فيرب معناها فيرب عادي خالص وبنجيب له بريبوزيشن حرف جر فبيغير معناه بيغير معنى الكلمه اصلا احنا متعودين عليه. كلمه زي كلمه افاليبل. افاليبل يعني متوفر. افاليبل فور متوفر اقول لك مثلا تيتشر افاليبل فور تيتشنج طبعا بعد فور بيجي بيرنت او ايه او نون يبقى افاليبل فور معناها متوفر ليه. عندنا ديسلايك اباوت. ديسلايك اباوت ويتش مين يكره يكره عنه. ديسلايك اباوت وبرضه بعد اباوت بيجي لنا ناون. عندنا فوكس اون بيجي برضه بعدها ناون او جيرن معناها يركز على وريمايند اوف يعني يذكر يذكر فيه. ريسبونسبل فور اوف مسؤول عن. وعندنا سيبر ستروم معناها يفصل عن سيبر سمثينج فروم ايه فروم سمثينج برضه ريبل وورد بيجي بمعنى يفصل ايه يفصل عن. سفر فروم يعاني من سفر ايه سفر فروم يعاني من اولنس او ديزيز او سيريس ديزيز وات ايفر. ترين فور يتدرب من اجل ترين فور يتدرب من اجل فور ذا ايه فور ذا ماتش او فور ذا شامبيون شيب او فور ذا ايه ذا كومبيتيشن. طبعا يا ولاد عندنا هنا بقى الجزء الخاص بحاجه اسمها الفيرب والناون والادجكتيف. وانا عايز اقول على حاجه مهمه جدا ان احنا عندنا في الانجليش يا شباب الكلمه ممكن نستخدمها اكثر من استخدام از ناون واز فيرب واز ادجكتيف واز كمان ايه ادفيرب. طبعا بنضيف لها حاجه او بنشيل منها حاجه تحمل المعنى المطلوب. يبقى احنا عندنا كل كلمه هي جت هنا مثلا في الكونتكست او في السياق دوت از ناون ولا از فيرب از ادجكتيف ولا از ادفيرب حسب ما انت ايه ما انت شايف الجمل اللي هو الاندرستاندنج واللي اصلا شكل امتحاناتنا اللي جايه ان شاء الله كلها بدا من السنه دي ان شاء الله وحتى السنين اللي جايه بالنسبه للشباب اللي هم صغيرين في سكندري 1 وسكندري 2 وحتى تريبل 3 هيبقى الشغل كله على فهمك للايه للدرس او فهمك للايه للجمل دي. عندنا هنا يا اولاد كلمه زي كلمه اد. اد معناها يضيف شيء خلاص. الاضافه او النون بتاعها اديشن والاد ديكتيف اللي هي الصفه لما اوصف حاجه اللي هو شيء اضافي يقوم عليه اديشنال. يبقى عندنا اد اديشن وايه واديشنال. يبقى عندنا فيرب واد اديشن النون واديشنال اللي هو الايه اللي هو الاد ديكتيف. عندنا بالانس قلنا بالانس من شويه معناها يوازن. نفس قصه النون بتبقى بالانس معناها التوازن. يبقى بالانس يوازن ويعلق التوازن وبالانس يعني متوازن. اوكي بالانس يعني متوازن ادجكتيف. يبقى احنا هنا استخدمنا كلمه بالانس از ا فيرب واز ا نون واز اي واز ادجكتيف. عندنا ديسايد معناها يقرر النون بتاعها ديسيجن قرار. وعندنا كمان كلمه ديسايسيف اللي هي ايه اللي هي حاسم او شيء حاسم الادجكتيف بتاع ديسايد وديسيجن. كلمه زي كلمه اكزوست معناها يرهق واكزوستن معناها ارهاق واكزوستد معناها مرهق. دي غير تايرد. تايرد متعب برضه لكن اكزوستد معناها متعب جدا يعني زياده في الارهاق والتعب اكثر شويه. عندنا كمان كلمه ليميت معناها يحد وليميت از ناون معناها حد وليميتد يعني محدود از ايه از ادجكتيف.
قعدنا مانج يدير ومانجمنت اداره ومانجرال معناها اداري. اقول لك مانجرال مثلا بولدنج يعني مبنى اداري يبقى هي از اي از ادجكتيف. كلمه زي كلمه ريلاكس يسترخي، كلمه ريلاكسيشن استرخاء او الراحه، وريلاكسنج اور ريليز معناها مسترخي او ايه او مريح. دي اولاد القصه بتوع احنا عندنا في كل يونت اللي هو الفيرب والناون اكتف، وهتلاقيها مركز على حاجات معينه جدا اللي هي فيها شغل اكتر اللي هو الفوكابر الانجليزي الفوكابر اللي خدناها اول جزء. طبعا عارف جدا المل شويه بالنسبه لكم، لكن واجب جدا ان احنا نراجعه اول باول، لان انت عينيك بتاخد على الكلمات وبتشتغل عليها وتحفظها وتلاقي الحاجات دي كلها سواء في الاكسبريشن قلناها او الفريزال فيرب او الفيرب والناون والادجكتيف. ومن فضلك حصل معلومات وكلمات كتير جدا وفيرب كتير هتنفعك في كل حاجه. قلت لك قبل كده امتحنت وجينا امبارح كان بيتكلم الامتحان كله هيجي هيتعمل قبل الامتحان قبل الوقت بتاعه 5 مينت، ومش هيتعمل يعني باي هيومن، هيتعمل كله عن طريق الكمبيوتر. فبالتالي محدش هيكون عارف الامتحان، الامتحان هيكون متلخبط، الغش هيكون صعب جدا. فهو هيشتغل على مخك انت، هل انت فهمت السنه دي احنا خدنا 60 يونت منهم خدنا تقريبا الناون والادب والادب الكلمات دي كلها والجمل ده كله، هيحتاجك في الحاجات دي كلها. ومش شرط الامتحان يبقى صعب او في حاجات انت مش عارفها هتكون حاجات عارفها، لكن فيها ولاد ايه فيها فكر شغل فيها مخك وتفكيرك. ومن فضلك اشتغل على نفسك، من فضلك اشتغل على نفسك. معلش يا مهندس طبعا في شويه هنا بقى يا ولاد عندنا الويردس والسينم. هنا بقى عندنا كلمه ويرد زي الكلمه العاديه. السينم مرادف بتاعها يعني ايه مرادف بتاعها؟ يعني نفس الكلمه نفس المينينج او مينينج قريب قوي لكن اللفظ مختلف، يعني الويرد نفسها مختلفه عنه. يعني مثلا كلمه زي كلمه اكتيفيتي شايفينها معناها نشاط اكتيفيتي، اوكي. موفمنت معناها حركه او نشاط برضه، يعني نفس المين بنسميها سينونيم. طب الانسنم يعني ايه مثل الاوبوزيت بتاع الكلمه دي؟ الاوبوزيت بتاعها ايه؟ قزم يعني ولا يعني الكسل او ايه؟ او عدم الحركه. عندنا نمبر 2 كلمه بالانس، بالانس يعني توازن، خدناها من شويه هتبقى هارموني، هارموني بتيجي معنى انسجام يعني ليها علاقه بالتوازن اه يعني قريبه منها شويه، يعني قلنا سينونيم يعني مترادف معنى قريب ولفظ كمان ايه؟ لفظ مختلف. وامبالانس اللي هو عدم التوازن. ده الاوبوزيت بتاعها او الانسن بتاعها. طبعا يا اولاد ممكن مراجع الامتحانات او معظم الاسئله جايه على السلم او اسئله جدا في الفوكابلري جايه على السلم والايه؟ والانسن. جايه على السلم وايه يا اولاد؟ والانسن كمان. يا شباب؟ طيب عندنا ايه؟ عندنا كلمه فريلانس. فريلانس قلناها من شويه معناها عمل مستقل او عمل حر. السن بتاعها اللي هو سيلف امبلويد، سيلف امبلويد معناها برضو عمل مستقل يا شباب باي سيلف يعني. والاوفيس ده ايه او الانسن بتاعها اللي هو امبلويد اللي هو موظف الله يعني دوت عكسه اه فريلانس اللي شخص بيشتغل من غير ما يكون عندي مانجر هو مانجر نفسه من الاخر يعني اللي هو الفريلانس ما عنديش فيكس تايم فور وركينج مش الكلام دوت. والامبلويد ده لا عنده فيكس تايم فور وركينج شغال في فير شغال في اورجنايزيشن او في كومباني او وات ايفر بقى. طيب انا هنا لما بقولكم في الكلام دوت طبعا الكلام ده كله سهل جدا يا ريت انا بقول لكم كتاب هينفعكم فيه جدا او ممكن ما عندكش كتاب يا ريت ياخد من على ايه؟ من على البول. انا عامله طبعا بشكل مختلف وحتى الكلر كود فيه كونفليكت وكونفليكت ايه؟ تميز ما بينهم وما بين بعضهم. طيب عندنا بقى الجزء اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده بشكل رئيسي اللي هو الايه؟ بيسموه لانجوج موز. ايه لانجوج موز يا مستر؟ لانجوج موز يا ولاد ليها علاقه بالاكسبريشن. يعني ايه الاكسبريشن؟ يعني انا عندي الفاظ بتستخدم مع كلمات بحد ذاتها. انا قلت من شويه ان احنا مع كلمه ديسيجن اللي هو القرار بستخدم معاه كلمه ميك، اوكي؟ او ميك ديسيجن او ميك جود ديسيجن، اوكي؟ ينفع اقول دي مش ينفع. يبقى دي ما تجيش مع ديسيجن دي مع كلمه ميك. يبقى احنا عندنا هنا بيجيبنا الاختيارات ما بين استخدم ميك ولا دو ولا كلمه ايه ولا كلمه جيت. ميك يصنع طبعا في العموم او في اللفظ العام عندنا ميك يصنع ودو يفعل وجيت يعني يصل او يحصل ايه؟ يحصل على. طيب عندنا اول كلمه الاثنين هنا بيقول لك المينينج بتاعها ان ارابيك في السنت خالص بيقول لك يصنع او يعمل وبيصنع عشان البروديوس البرودكشن او استخدام انتاج او صنع او بناء اي شيء. زي ايه كده يا مستر؟ اقول لك ذا كور بينتر النجار ميد اس ا جود تيبل. يعني ايه ميد اس ا جود تيبل؟ يعني صنعنا احنا جود تيبل فور ذا ميتنج ايه روم. يبقى ميد سمثينج بيستخدم معاها ميد او ايه؟ فور ميد. عندنا دي اولاد، دي اولاد بتيجي بمعنى يفعل او يعمل بتستخدم بصراحه اداه او مهمه او انشطه. اقول لكم زي ايه كده؟ وي هاف تو دو ا لوت اوف اكتيفيتي. يبقى الاكتيفيتي بستخدم معاها كلمه دو مش ميك خالص، ما اقولش ميك اكتيفيتي.
بقول دو اكتيفيتي دي اكتيفيتي زي رونج رونج اقول لك دو رونج ولا ميك رونج لا دو رونج طب مستيك اجيب دو ولا ميك لا ميك مستيك ايه بقى يا مستر ده مستيك ورونج زي بعض لا مش زي بعض الميننج نفسه واللفظه مختلفه وكل واحد ليه استخدام خاص ايه خاص بيه كلمه جيت يا اولاد قلنا من شويه بمعنى يحصل على او يتكلم شيء وبتستخدم لتعني القدره الابيلت يا اولاد خلاص او تسلمه مثلا عندنا في الاكزامبل معلش هنا بيقول لك he works overtime to get money to get money يحصل على المال he works overtime to get money for his big day for his big family اوكي يا شباب طبعا هنا عندنا مجموعه اكسبريشن ليها علاقه بالكلمات او الطرق المتقاربه عندنا كتير عندنا كلمه feel يشعر وكلمه training لتدريب القوه والمشاركه available for work انها من شويه وremind وسفر يعاني من شيء خلاص وتفاعل كنا برضه تمرين وطبعا ده روتين في حاجه اسمها تريننج دخلناها من شويه فوق اهي تريننج واكسرسايز تريننج اللي هو تدريب القوه والتمشيط او في مسابقه واكسرسايز اللي هو التمرين الروتيني للايه للياقه البدنيه زي مثلا في البيت او في البيت غير قاعد تريننج ياخد مين تريننج عشان داخل المسابقه او داخل شيء ايه داخل شيء القوه والايه يعني مسابقه اهميه او ليها اهميه بالنسبه لي عندنا طبعا يا ولاد اخر حاجه كلمه تول معناها ايه؟ يخبر طبعا قلنا ريمايند يعني يذكر احنا خدنا قبل كده خدنا كلمه ريمايند معناها يذكر وريمبر معناها يتذكر باي ماي ايه؟ باي ماي سيلف طبعا قلت من شويه كلمه تيك اوف تيك اوف بتيجي بمعنى تقرا الطائره خلاص وبتيجي بمعنى يطلع هدوم او الشوز بتاعه تيك اوف ماي شوز تيك اوف ماي جاكيت وهكذا I can take off any time this week معناها يتغير عنها I can take off any time this week إيه؟ معناها يتغير عن العمل أو it was hot so it was hot so I took off my jacket يعني هو إيه؟ يعني هو خلع الجاكيت بتاعه معناها يخلع هدومه أو the plane took off at half past four معناها إن الطائرة أقلعت الساعة كام؟ الساعة 4 وإيه؟ 4 ونص في سبورت كارير توك اوف after she won the competition انا قلت كلمه take off او took off معنى نجح في معنى النجاح يعني طيب take apart بقى برضه كلمات دي علاقه بتيك لكن مش اوف طبعا take apart معناها يفصل زي قلنا سفر من شويه take down يدون يكتب حاجه زي رايت داون كده نفس الميننج بالظبط وتيك اوت معناها يخرج او يفتح شيء للايه؟ الخارج تيك باك يرجع شيء او يذكر بالماضي اللي هو ايه كلمه تيك ايه؟ تيك باك اقول لك يقول تيك مي باك يعني الذكريات رجعت من الايه للخلف تيك ان معناها يستضيف اولاد وتيجي بمعنى يفهم او ايه؟ وساعات دي معنى سيت اب زي سيت اب كده اللي هي يخدع فانسمون عندنا تيك اوفر معناها يتولى الايه؟ السيطره طبعا دي الكلمات كلها ليها علاقه بالايه؟ بالفوكابلري بتاع يونت نمبر ايه؟ يونت نمبر 4 عندنا بس اخر جزء الفرق بين الاثنين وبعضها جزء برضه مهم جدا لقيت طبعا مره معلش على الاطاله بس احنا واجب برضه ان احنا نكون عارفين كل الكلمات ديت بيشتغل ازاي عشان لما يفهم يجي لنا اي سؤال ليه علاقه بالمنهج بتاعنا او بره المنهج بتاعنا يبقى احنا عندنا درايه وعلم ايه؟ وعلم دي تيك ثرو معناه يشرح او يفسر تيك ايه؟ تيك ثرو وتيك تو يعتاد على او ينجذب الى تيك ثرو برضه ليها علاقه بتيك ثرو نيجي هنا يا رفاق عندنا كلمه انكلود وكلمه كونتين وكلمه كونسيست وكلمه انكلود الاربع كلمات دول بينهم فروق مختلفه جدا جدا بمعنى يا مستر ايه؟ ركز معايا كلمه انكلود معناه يشمل شيء او يضمن شيء بالذات القواعد يعني مثلا المنيو اقول لك ده منيو ها انكلود مثلا ايه؟ سبيشال مينيو يعني فيها ايه؟ او بتشمل وجبات خاصه يبقى كلمه انكلود معناها يتضمن وبتيجي مع القوائم اللي هي الليست او المنيو طبعا من كتابه الاكل والليست اي 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 قائمه ثانيه كلمه كونتين يا اولاد معناها شيء بيحتوي على شيء جواه زي كفر اكل او سراوند اكل زي ايه كده بيقول لك دي وير فور اور فايف بوكس يعني في اربع او خمس صناديق خلاص كونتيننج خلاص مثلا تو اند ايه اند بوكس توين اند بوكس توين اند بوكس يعني العاب وايه وكتب يبقى هي جواها يا اولاد جوه الصناديق اللي هي بتحطها بالبروجرام بتاعتها خلاص توين اند ايه اند بوكس انسايد ذا ايه ذا بوك يبقى الكفر او مش كفر ات بتيجي بمعنى سراوند ات او راب ات يغلف خالص يبقى كلمه ايه كلمه كونتين طبعا دي انا مع القوائم وكونتين حاجه محيطه بشيء وجواه عندنا كونسيست دايما بيجي معاها كلمه بوك يتكون منها وبتيجي مع بارتيشن يعني ايه ماي بريك فاست كونسيست اوف ا بيس اوف كيك اند ا كاب اوف تي
بصوا هنا كونسيست اوف ان الشرب والاكل بتطور من بمعنى كلمه ايه؟ كلمه حب. اخر حاجه انكلوز يا بتيجي بمعنى يحب بصور او بتيجي بمعنى يقول بالظبط زي اتاتش كده. اقول لكم هي سيت مي ا ليتل اند انكلوز هيز فون ويز ات. يعني حط كمان معاه ايه؟ الفرق بيه ايه بياكله وايه بياكل طرد مثلا تليفون او ايه رقم تليفون وبتيجي مع الاحاطه بشيء. ده بالنسبه للجزء بتاع انكلوز وكلمه كونسيس وكلمه كونتين وكلمه انكلوز. طبعا اللاب ده برضه جزء مهم جدا. عندنا الاو ليت. الاو ليت بمعنى يدع او يسمح له. اقول لكم حاجه هنا بقى شيء اونلي الاو ذا تشيلدرن. بالخلاف هنا جت بعد كلمه الاو جت الاوبجكت اللي هو تشيلدرن تو ووتش تلفزيون. بعد الاو بيجي الاوبجكت بعد كده تو بلس فور بي ايه انفينيتي بتاع بمعنى يسمح او ايه او يدع. او ليت اقول لكم هي ليت هي يوز ذا كمبيوتر. هنا يا اولاد الفرق بين الاو وليت ان الاو بيجي بعدها تو بلس فور بي انفينيتي. لكن هنا بص يا اولاد هنا جه بعد هي ليت هي جه الفيرب اكتب على طول من غير تو. يبقى لو بيجي معاها تو الميننج بتاعهم هو 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 يسمح ويدع وهنا يسمح ويدع. لكن ده يا اولاد بيجي بعد منه الفيرب في حاله الايه؟ الانفينيتي. من فوق تو بلس فيرب ايه؟ الانفينيتي بتاع الله. عندنا الليمت ومور. ليمت بتيجي بمعنى يحد من شيء وتيجي بمعنى محدود. مور بتيجي بمعنى يعلم. مش يعلم تيتش يعني لا يعلم يعني يديله علامه يعني. يعني ايه الكلام دوت؟ هقول لكم حاجه صغيره. ليمت هنا the government is considering a decision to limit imports for a or of foreign calls for a or of foreign a foreign calls. هنا عندنا كلمة limit يعني يحد استيراد الايه؟ السيارات الخارجية الأجنبية. هنا معناها دي معناها يحد منها يقللها يعني. هنا يعني معناها كده. خلاص يا شباب؟ لكن مارك هي هاد مارك ذا روت. روت هو المسار. مارك ذا روت يعني حدد المسار حدده. اوكي الاولانيه يحد شيء يقلل منه والثانيه اللي هي كلمه مارك معناها يعلمه يعلمه بعلامه معينه. اوكي يا ولاد هنا على مثلا خريطه او كتاب او غيره او يميز شيء. اقول لك كايرو از مارك باي ذا ايجيبشن اند كايرو مارك يعني القاهره اللي تميز او علاماتها المهمه اللي هي اللي بيسموها اللاند ماركس اللي هي المعالم بتاعتها ان هي فيها ايه؟ فيها الكاري تاور وكمان الايجيبشن الايجيبشن تاور. هنا برضه يقولون الفرق بين كلمه فيشبل وفيشل. يا ولاد فيشل بتيجي بمعنى اجتماعي. ركز معايا بس اجتماعي بمعنى صفه. اقول لك فيشل نتورك يعني وسائل تواصل اجتماعي. طب فيشل مثل محمود؟ لا بوصف بيها بمثال. اقول لك مثلا عبد الرحمن ايه ذا فيشبل بيرسون. شخص اجتماعي يعني هو دول فريندز ويز هيز فريندز اولويز ميك فريندز او اولويز ميك نيو فريندز. سو قادر على صنع الود مع الناس الاخرين. يبقى عندنا كلمه فيشبل معناها اجتماعي بس بيرسون. وكمان كلمه فيشبل برضه في معنى اجتماعي لكن از ادجكتيف بيجي بعدها ايه؟ ناون اللي هو بيكون اوبجكت او ايه شيء غير عاقل. برضه يا ولاد كلمه فيشبل او الكلمه دي يا ولاد بتيجي بمعنى زي ايس بريكر اللي هو شخص سهل التعامل مع الايه؟ مع الناس. هنا برضه جايب لي جمله حلوه جدا. Our new neighbors are a pleasant fishable couple. يبقى هنا جاب لي الصوت بيجي بمعنى ثقه ادي في بوكس الدنيا وهو الصاحب ده. اوكي؟ او سوشيال اقول لك there should be serious attention to our social problems. هنا برضه سوشيال مشاكل اجتماعيه. وهنا فوق وصف فيها انسان هو ودود وتحت وصفها ان هي ايه؟ اجتماعيه بشكل لشيء يعني اجتماعي لشيء. طيب هنا فريلانس قلنا يا اولاد عمل مستقل وفري لوحدها بتيجي بمعنى ايه؟ فور فري اللي هو ببلاش يعني وبتيجي بمعنى برضه مجاني او غير ايه؟ او غير مقيد. اقول لكم مثلا ماي براذر وركس از فريلانس فريلانس كمبيوتر بروجرامر يعني مبرمج الكمبيوتر ولكنه ايه؟ حر ومستقل. فري يو ار فري تو كم يعني انت حر غير مقيد او يسومينج بول از فري فور هوتيل يعني برضه ببلاش مجاني. كده احنا خلصنا من كل كلمات يونت نمبر 5. انا عارف ان هو يونت كبير شويه في شغل كتير. خلاص يا ريت يا ريت يا شباب تقدروا تراجعوا على الكلمات دي كلها عشان هتنفعكم كويس جدا في حل بنك الاسئله. من غير ما تعرف الكلمات دي كلها واستخدام كل واحد منها مش هتقدر تحل اي حاجه في بنك الايه الاسئله بجد مش بهزر يعني. وطبعا ان شاء الله هبعت لكم الموديل انسر بتاعه عندي على الصفحه صفحه جمهوريه مستر مصر او على صفحه شخصيه هتلاقيها موجوده عندي.
انا بقى النهارده هقول لكم على درس الجامعة يعني خالص بس سهل جدا درس الجامعة درس الجامعة دي نمبر 10 يونت نمبر 5 ماشي يا اخوان اسمه كده وانا هنا عامل شويه تفاعل يعني انا سهلين جدا لو انت بقى كان تجيب في الاصول يعني هو بيقول 5 سنتنس بس انا حابب عشان الوقت بتاعنا ما يروحش على الفاضي حابب الكلمات الجو بتاع الجامعة اللي هو بيتكلم على ايه بقى عندنا سو تاتش ذات وعندنا كمان كلمه انف تو تو ايه الكلام ده يا مستر محمود؟ الباك ده كله يا ولاد ده علاقه بالباك يعني عندنا اول حاجه كده عندنا حاجه اسمها شوت اد صفه قصيره بتكون مكونه من وان كلمه يعني مقطع واحد ايه دي سمول لونج دي كلها اسمها ايه؟ اسمها شوت اد وعندنا هنا كلمه لونج اد بنسميها لونج اد بتكون طويله زي وندرفول واكسبنسيف واكسبنسيف دي كلها بنسميها ايه؟ بنسميها لونج اد طيب علاقته ده ايه قبل كده كده؟ علاقته حاجتين اتنين، أول حاجة هي جايز طبعا سو وتاتش بتيجي بمعنى جدا، بتيجي بمعنى لوكال شيء، يعني إيه بقى الكلام ده؟ أقول لكم مثلا إيه؟ وي يوز سو أولاد بلس الأدجكتيف زي الصفة، خلاص؟ أو الأدجكتيف ده أو ده، وبعدين بلس إيه؟ بلس ذات، أنا بس مشكلة يا شباب معلش الوقت ممكن ما يسعفوش نكمل اليونت لآخره، خلاص؟ ان شاء الله احنا الحلقه هيروح ان شاء الله هكلمكم ان شاء الله الحصه الجايه على سو وتاتش وكمان كلمه ايه ذات وانف وسكوتي ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.